معنا اتصال آخر، الأستاذ حسن من مصر. أهلا بك يا أستاذ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل بسؤالك سريعا يا ازي أستاذ حضرتك؟ حسن. الحمد لله. نعم، ماشي. انا والله يا فندم كان في مخبية عليا حاجة بنت حضرتك؟ اقول لها اللي حاجة بنت مراتي. زوجتك مخبية عليك حاجة. نعم. يعني ده مخبية ايه؟ عمال اقول لها مخبيه. لا انا مش سامع. دهب كم ابيع؟ لا انا عمال اقول لها فين في. حضرتك سامع عمال اقول لها نعم يا فندم. ماشي، يعني وبعدين حضرتك كمل كمل. زوجتك مخبية حاجة وحضرتك بتقول لها هي يعني مكانها فين، مش راضية تقول كده. تمام، تمام. طيب. عمال احلف عليها بالطلاق، هتبقي طالعه مني، هتبقي طالعه مني. ورميت عليها فعلا يمين الطلاق، قلت لها انا في حالتي، في حالتي الطبيعيه. كنت في حالتك تمام. الطبيعية. وجيت بعد، وجيت بعد كده قلت لها طالعه مني وخلاص على كده. فانا عايز اعرف الحكم هيبقى ايه في كده. طيب، يعني حضرتك حلفت عليها كم مرة تقريبا يا أستاذ حسن؟ انا حلفت عليها كتير وهي مش راضيه تقول. حلفت عليها كتير في أوقات متفرقة ولا في نفس المرة؟ لا، في نفس المرة وسبت ورجعت تبقى طالعة مني، وانت عمالة فين الحاجة طالعة مني يا بنتي مش راضية تقول. لما رميت عليها يا بنتي تقول لي الحاجة ايه بره. تقول لك الحاجة بره. بعد ما بعبر شايلها بره، بعد بس بعد ما رميت عليها يمين الطلاق. فانت دلوقتي بتسأل على يمين الطلاق، سيبك من الحاجة بقى، خلاص انت اتصالحت مع مراتك وبتسأل على يمين الطلاق، مش كده؟ وقع ولا لا؟ صح؟ تمام يا فندم. تمام، قول لي بقى انت قلت ايه اللفظ اللي انت قلته؟ لميت يمين الطلاق قلت لها. قلت لها هتبقي طالقة، هتبقي طالقة مني ومحرمة عليا زي أم وأختي. ماشي، فقامت هي خافت وقالت لك الحاجة بره، فانت هديت والحمد لله وتمام، وعايز تعرف بقى الطلاق ده كده مراتك حلالك ولا مش حلالك، صح؟ تمام طيب الكلام ده بقاله تمام قد يا ايه؟ سيدي. بقاله قد ايه الكلام ده؟ 22 الجاي هيبقى ثلاث، هيبقى ايه؟ 3 شهور. اشهر. وانتوا عايشين مع بعض ولا هي سابت البيت من ساعتها؟ لا، هي سابت البيت من ساعتها. كويس، وهي حتى الآن بره البيت وانت عايز ترجعها، مش كده؟ طيب دي أول مرة تقول الكلام ده؟ أول مرة أعمل معاها كده. طب توعدني بقى كده أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس إنك ما تحلفش بالطلاق تاني عليها، ولو ضايقتك تاني بحلف بالله. ماشي؟ تمام يا فندم. قول لها والله، والله لو ما عملت كذا، والله بس ما تجيبش سيرة حاجة بقى، قول لها والله لا تعملي كذا، والله كذا، قول والله بس، ما تجيبش سيرة الطلاق خالص. لأن أنت كده في عندك مشكلة في موضوع الطلاق، وواضح إن أنت بتتنرفز بسرعة، مش كده؟ قول ورايا بقى، أنت دلوقتي قلت إنك هتبقي طالق، صح؟ إنك هتكوني طالق لو ما قلتليش الحاجة فين، وتبقي عليا زي أمي وأختي، صح؟ تمام قامت هي تمام قالت لك الحاجة فين، فخلاص كده هي ما بقتش طالق ولا حاجة، مش كده؟ تمام خلاص سامحها بقى وصالحها وروح رجعها بيتها. وطالما ان انت لسه هي في فترة العدة، احنا العدة بتاعتها 3 حيضات مش 3 شهور، 3 حيضات. هي حامل ولا حاجة؟ حامل؟ حامل. طيب حلو، قدامها قد ايه وتولد؟ ده كده في 5 شهر. حلو، الله يديها الصحة وتقوم بالسلامة إن شاء الله. رجعها بقى، يلا عدتها لحد ما تولد. دي ولا 3 شهور ولا 3 حيضات. فأنت رجعها بقى النهاردة كده إن شاء الله، وخلاص وعفى الله عما سلف، وهي إن شاء الله مش هتزعلك تاني أبدا. وأنت كمان كن كريم الخلق معها ولا تتكلم معها مرة أخرى في هذا الأمر، ودي زوجتك وحلالك الطيب المبارك، وهذا الطلاق لم يقع أصلا،
يعني الحوار اللي حصل بينكم ده ما فيش فيه اي طلاق خالص. جزاك الله خير، ربنا يصلح ما بينكم ان شاء الله. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.